ده يونت 11 ليسون 1 و2 اللي هو جنرال اكسرسايز اللي في صفحه 234. اول حاجه هنبدا بالديالوج. سمير اند كمال ار توكن اباوت ذا نايل، يتحدثان عن النيل، الاثنين بيتكلموا عن النيل. فسمير بيقول له ويتش از ذا لونجست، ويتش يعني انه نهر، يعني از ذا لونجست ريفر ان ذا وورلد، انه نهر اطول في العالم، يعني ما اطول نهر في العالم كله. فهيقول له حاجه، هيقول له حاجه، راح قايل له ذا نايل النيل، فاكرين القصه حكيتها لكم انا ها بتاعت الفلافل دي. قال له حاجه، راح قايل له ذا نايل النيل، يبقى الاجابه ايه؟ ذا نايل. ماشي تمام يبقى قال ذا نايل. قال له ذا نايل النيل، قال له اي ثينك اتس بولوتد، انا اظن انه ملوث. ايزنت ات، كلمه ايزنت ات اليس كذلك، يعني هو ملوث مش كده؟ هيقول له يا لا، خلي بالكم بقى يا جماعه. يس ات از، يس ات از صح. بصوا بقى اشرح لكم الحته دي. ده بيسموه السؤال ده بيسموه question tag، يعني سؤال مزيل، بمعنى أليس كذلك، اللي هو ايه بقى؟ بيقول the Nile is، بصوا يا جماعة اللي هو it is polluted، اسمعوني كده it is polluted، الجملة دي it is polluted، ال is هنا فعل مثبت. it is polluted يعني هو ملوث. عايز اقول اليس كذلك، اليس كذلك دي يعني ايه؟ isn't it دي معنى كده، اقول yes it is لو انت بتأيده يعني ان هو ملوث، وتقول yes it is. يعني ايه كلمه isn't it اللي في الاخر دي؟ اليس كذلك، تجاوب yes او no عادي، فتقول yes it is او no ايه it isn't. لا هو هيقول له yes it is، نعم هو ملوث. اتفهمت؟ المهم راح ساله سؤال تاني، قال له because لان some people بعض الناس throw rubbish in it، بيرموا الزبالة فيه، يبقى لماذا هو ملوث؟ ممكن، وممكن أقول لماذا، يعني ممكن why بس، وممكن why is it polluted. طب واحد يقول لي انت جبتها منين it is it polluted؟ قال لي لما تيجي تسأل بواي بتبص فوق، بتبص ايه فوق، هتلاقي مكتوب فوق it is polluted، هو ملوث، يبقى لماذا هو ملوث؟ أقول why، شايفين it is؟ تبقى ايه؟ is it, is it polluted. polluted، يبقى لماذا هو ملوث؟ فهمنا الفكرة؟ راح قايل له because لأن some people بعض الناس through يرمون rubbish in it، بيرموا الزبالة فيه، in it يعني فيه. قال له that's very bad، هذا سيء جدا، يعني ده حاجة وحشة يعني. المهم راح سأله سؤال، قال له we should، شايفين we should؟ should we، صح should we. يبقى ماذا ينبغي أن نفعل؟ يبقى ماذا ينبغي ان نفعل؟ ماذا يعني ايه؟ what should we do، what should we do يعني ماذا ينبغي ان نفعل؟ دي اجابه صحيحه. راح قال له we should، ينبغي ان احنا keep it clean، نحافظ عليه نظيفا. راح قايل له ايه بعد كده بقى؟ قال له حاجه، قال له i agree with you، انا اتفق معك. بص لما يقول له بقى انا بتفق معاك، الجمله اللي هتيجي بعد كده هي دي اللي اجابت برضو، هي دي اللي هنقلها ها بالظبط. يعني بس انا بقول له انا اتفق معك انه that it is important for our life، انه مهم لحياتنا، it is important for our life، هو مهم لحياتنا، انا اتفق معك انه مهم لحياتنا. يبقى معنى كده ان هو قال له ايه؟ لا هيقول نفس الجمله، يبقى it، لا هيقول ايه؟ it is important for our life، او the Nile is important for our life. يبقى لما يقول لي انا اتفق، يبقى الجمله يا جماعه تبقى ايه؟ يبقى اي ثينك، انا اعتقد ان ذا نايل از فيري امبورتنت، ان النيل مهم جدا. اقول له انا بتفق معاك، هو مهم جدا لحياتنا. طيب فهمنا كده يا جماعه؟ بسرعه بقى كده الاجابات بسرعه. اول واحده ايه؟ تاني واحده بي، لا يبقى بسرعه كده الاجابات. اول واحده هتبقى ذا نايل النيل، تاني واحده يس ات از، الثالثه why is it important، ليه هو مهم، الرابعة هيقول له what should we do، ماذا ينبغي أن نفعل، الخامسة هيقول the Nile is very important، أو I think، أنا أعتقد أن the Nile is very important، أن النيل مهم جدا for our life لحياتنا. هيقول له وأنا بتفق معك أن النيل مهم جدا لحياتنا. اتفهمت؟ ده يلوك صح. السؤال اللي ورا جماعة، we should، ينبغي أن ايه وايلد لايف؟ وايلد لايف دي الحياه البريه، اند ستوب دامجينج ات، ونوقف تدميرها، ونوقف تدميرها، بروتكت يبقى نحمي، يبقى ينبغي ان نحمي الحياه البريه ونوقف ايه تدميرها او تخريبها، يعني اتفهمت اللي وراها.
when tourists go يبقى عندما السياح يذهبون. بعد بيجي بعد جو فيرب في ايه اي ان جي. ان ذا ديزرت. ان ذا ديزرت في الصحراء. زي ليف رابش ذير بيتركون القمامة هناك. ها تاني واحد. تراكنج. تراكنج يعني يتمشوا لما يذهبوا للتمشية. لما يذهبوا يعني بس التمشية دي بقى مثلا ايه في اماكن وعرة كده زي جبال صحراء مثلا غابات كده لما بيمشوا في الاول اماكن اللي فيها محميات طبيعية لما بيتمشوا فيها بيرموا بيسيبوا الزبالة بتاعتهم يعني علب كنز مش عارف دي اسمها ايه رابش يعني زبالة. ها يبقى عندما السياح يذهبون للتمشية go tracking ها in the desert في الصحراء ها they leave rubbish there بيسيبوا الزبالة بتاعتهم هناك يتركون القمامة هناك. الجملة اللي وراها بيقول لي هنا I got up late. I got up late يعني أنا صحيت متأخر because لأن my alarm clock. my alarm clock المنبه ها المنبه didn't not this morning لم ايه هذا الصباح اخر واحده go off يعني لم ايه مرنش لم مرنش this morning هذا الصباح. تمام الجمله اللي وراها today اليوم النهارده factories المصانع all the paper الورق القديم and produce وينتج produce يعني ينتج new بيبر ورق جديد يبقى بيتعمل عملية الايه الريسايكل يعني اعادة تدوير اعادة ايه تدوير يعني بيلم الورق القديم ويعمل منه ورق ايه جديد الحاجة دي اسمها ريسايكل اولد بيبر يعني عيد تصنيع يعني الورق القديم وينتج نيو بيبر ورق ايه جديد فهمت اللي وراه. وادي رام is a large area of desert هو مش عارف ايه كده كبير في الصحراء in the south of Jordan جنوب الاردن ها اريا صح اريا يعني منطقه او مساحه من الارض يعني ماشي يبقى هي عباره عن مساحه كبيره في الصحراء جنوب ايه الاردن. ايه اواي اول ذا فونز كان بي باد فور ذا انفايرمنت اول ذا فونز يعني الموبايلات القديمه ها بيقول لك ايه ان القائها يعني او رميها بعيدا ده بي كان بي باد فور ذا انفايرمنت يعني ممكن ان يكون ضرب البيئه throwing صح throwing away يعني التخلص من او رميها يعني ليه لان بتحتوي على مواد خطره يعني. الجمله اللي وراها تو نقط means to become liquid تو دي بيجي وراها هنا معناها become liquid يعني يصبح سائل يصبح ايه سائل العمليه اللي ايه ان هو يذيب يعني يذيب شيء يعني melt يعني يذيب يعني يخلي ال يعني زي التلج مثلا التلج ده يعتبر سوليد يعني جسمه صلب لما اعمل له عمليه اذابه بيبقى ليكويد سائل يبقى دي عمليه ملت يعني يصهر او يذيب يصهر او يذيب. الجمله اللي وراها بيقول لي رقم 8 he doesn't drive well هو مش بيسوق جيدا هو لا يسوق جيدا يعني لا يسوق السياره كويس يعني خدنا ولدي ظرف بيجي بعد فعل هو مش بيسوق جيدا. He not have an accident. He's going to. ليه بقى؟ لأن ده دليل لما يقول لي مش بيسوق كويس ده دليل طالما قلت حاجة هتحصل وقلت الدليل قبلها قلت الدليل يبقى he's going to. زي ما قلت لكم مثلا لما بص في السماء وقول إيه it's cloudy يعني الجو مغيم أو there are a lot of dark clouds يوجد الكثير من السحب السوداء يبقى ده دليل ان الدنيا هتشتي اقول it will rain ولا it is going to rain ما ده شبهها بقى ان انا بقول هو ما بيسوقش كويس لا لا, لا يسوق جيدا يبقى he is going to have an accident هيعمل حادث ده الدليل. الجملة اللي وراها بيقول لي ان رانيا is going to احنا اتكلمنا ان going to لازم يتبعها فعل ايه مصدر مين المصدر في اللي مكتوبين دول cook fish for lunch تطبخ يعني السمك على الغدا يعني what are you going لازم يجي بعد going يا جماعه to المصدر يبقى what are you going السؤال ده يتحفظ صم اللي بنفعل في المحادثات لما اقول لواحد انت هتعمل ايه النهارده هتعمل ايه الليله دي يبقى what are you going to do عايز حد يقولها من غير ما يبص.
What are you going to do? صح. كمان مرة. برافو. السؤال اللي وراه يا جماعة تصويب الخطأ. بصوا بقى معايا هنا. السؤال اللي وراني بيقول لي هنا أنا سيل أبيع، خدوا بالكم الكلمة، أبيع ماي أولد فون، تليفوني القديم. بصوا النص بقى التاني بيقول إيه؟ This is my intention، هذه نيتي. أول ما يجي لي كلمة intention نية يبقى لازم أستخدم في الجزء الأولاني going to. أستخدم بمعنى سوف، بمعنى إيه؟ سوف، عشان كلمة intention هذه نيتي. يبقى هيقول إيه هنا بقى؟ أنا هبيع تليفوني القديم. صح. I am going to sell. أنا سأبيع. سأبيع. وراح قال بعدها هذه نيتي، يعني ناوي، يعني ناوي. ناوي يبقى لسه هيبيع يعني. اتفهمت؟ الجملة اللي وراها it's hot. الجو حار. فهنا بقى ان الجليد هيدوب، بس قال الدليل ان الجو حر فالتلج هيسيح يعني. احنا قلنا ملت يعني يذوب. ملت يعني ايه يذوب؟ يبقى the snow is يبقى ناقصني ايه؟ going to. وملت زي ما هي ماليش دعوه بيها، بس حط قبلها going to. فهمت؟ يعني هيدوب. الجمله اللي وراها are you going، ينفع going والمصدر على طول؟ هل ستزور، are you going to visit Alex this summer؟ الجمله اللي وراها she going، ينفع she going ورا بعض كده؟ she is going. هي سوف وجيت مارد تتزوج next spring، الربيع الايه القادم. اتفهمت؟ تمام. ما بينها ده general exercise lesson 34 page 248. هنبدأ كده الديالوج، نقرأ الحتة اللي فوق دي. ان شادي is asking، يعني بيسأل ريان about his plans، بيسأله عن خططه. بلان يعني خطط، يعني بيخطط لإيه، ناوي يعمل إيه يعني. This afternoon، بعد الظهر، النهاردة بعد الظهر، يعني ناوي على إيه بعد النهاردة بعد الظهر، ده معنى الكلام. المهم إن شادي قال له إيه، What are you going to do this afternoon؟ السؤال لسه بقول لكم مهم. What يعني ماذا، و are you going to say، do يعني تفعل، يبقى What are you going to do يعني ماذا ستفعل. This afternoon يعني بعد الظهر، النهاردة بعد الظهر، ناوي تعمل ايه النهاردة بعد الظهر. قلت لكم انا قبل كده ان are you في السؤال بتنزل ايه في الاجابة؟ are you في السؤال بتنزل ايه في الاجابة؟ I am. يبقى نقول I am going to، واستنى شوية، انا ناوي يعني انا هعمل كذا، ونستنى على الفعل شوية. فاللي هيقول هاخد حصة حساب، لا فلازم يجي هاف بقى، هاف يعني هاف مع الحصة، هاخد يعني حصة حساب، او هيكون عندي حصة حساب. اتفهمت؟ يبقى اللي هو الجملة اللي هو يا جماعة ايه، بيقول له انا هاخد حصة حساب، يبقى I am going to have، لان لازم يجي بعد going to مصدر الفعل، have اخد، amass listen يعني حصة حساب. اتفهمت؟ راح قايل له بعدها، قال له what time، يعني ايه what time؟ متى. what time يعني ايه؟ متى. is your math lesson، متى حصه الحساب دي، امتى حصه الحساب. بص بقى معايا، يبقى الاولى are you بتنزل I am، يبقى I am going to have a math lesson، انا هاخد حصه حساب. راح قايل له السؤال اللي وراها، قال له ايه كده، what time is your math lesson، امتى حصه الحساب بتاعتك دي. قال له at half past three، الساعة تلاتة ونص. راح سأله سؤال، السؤال ده هيبقى بإيه، بيقول له because، عشان because I want you، لأنني، خد بالكم الجملة بالعربي، لأنني أريد منك، عايزك يعني، I want you يعني أنا عايزك، to go shopping with me، تذهب للتسوق معي، أنا عايزك تيجي تتسوق معايا، يعني تروح تيجي معايا نشتري حاجة يعني. هنا السؤال هيبقى إيه بالعربي، هو هنا بص يا جماعه بيقول له ايه، طب وهي امتى حصه الحساب دي. قال له الساعه ايه، الساعه 3 ونص. وبعد ما قال له الساعه 3 ونص، راح ساله سؤال انا عايزه بالعربي، قال له لانني اريد، انا عشان كنت عايزك تيجي معايا نشتري حاجه يعني. بالعربي، بالعربي. لماذا يا جماعه؟ لماذا حاجه، لازم اقول لماذا حاجه. لماذا كذا، لا السؤال هيبقى بالعربي، بالعربي لماذا تاني. هو بيقول له انت ناوي تعمل النهارده بعد الظهر، قال له انا عندي حصه حساب.
راح قايل له ايه؟ قايل له امتى حصه الحساب دي؟ قال له الساعه 3:30. وراح ساله سؤال، راح التاني قال له عشان كنت عايزك تيجي معايا مشوار. التاني قال له ايه؟ لماذا ايه؟ ما يعني بقى لماذا؟ برافو عليك، برافو عليك. لماذا تسال؟ يبقى تسال دي يعني ايه؟ قلناها قبل كده اداه. ها لا تا مش سالت، لماذا تسال ولا لماذا سالت؟ نسال صح، برافو عليك. يبقى لماذا تسال؟ يبقى اداه دو. طب كمليها، هي فعل يسال يعني ايه الاول؟ فعل يسال اصل مصدر بتاعه. قولي بقى لماذا تسال بقى بالقاعده. اداه دو فعل مصدر. وات لماذا؟ لماذا واي؟ ها اداه دو واي دو يو واي دو يو اسك. برافو عليك، ممتاز. واي دو يو اسك؟ ليه بتسال؟ قال لك عشان كنت عايزك تيجي معايا مشوار. تمام. راح قايل له بعدها قال له بيكوز اي وانت يو تو جو شوبينج ويز مي. قال له ايد لاف تو. دي لما حد يعزم عليك ويقول لك ايه انا عايزك تيجي معايا مثلا بعزمك عيد ميلادي، تقول له ايد لاف تو، تتحفظ برضو يعني اود ذلك. هو بعد ما قال له اود ذلك راح قال له لكن، يعني عايز يقول له كان نفسي لكن. عم قايل له حاجه، هيقول له حاجه، راح قايل له هيساله سؤال. قال له اي ويل، اي ويل فينيش، هخلص ماي ماس ليسون، هخلص درس الحساب بتاعي ات 6 الساعه 6. يبقى سؤال ايه بالعربي؟ لا انا بتكلم على 4. خلص الدرس صح، امتى هتخلص درس الايه الحساب بتاعك؟ ما التاني برضو عنده درس حساب، فيقول له امتى هتخلص درس الحساب بتاعك؟ اي ويل في الاجابه يا جماعه، اي ويل يبقى متى، امتى بقى هتخلص هتخلص درس الحساب بتاعك؟ يلا انا بتكلم على 4، هتبقى امتى هتخلص درس الحساب بتاعك؟ متى الاول يا جماعه؟ وين، وين او وات تايم، يا وين يا ايه يا وات تايم. وبعد كده اي ويل اخليها ايه؟ تخلص بقى مكتوبه اهي فينش، اهي مكتوبه. وماي تتعكس تبقى ايه؟ يور. بعد كده ماس ليسون، واسكت عشان ات 6 دي الساعه 6 دي اجابه السؤال. يبقى وين ويل يو فينش يور ماس ليسون، امتى هتخلص واجب الايه الحساب بتاعك ده؟ قال له اي ويل فينش ماي ماس ليسون ات 6، هخلص الواجب ده الساعه 6. يبقى معنى كده ان زميله لما قال له اي لاف تو كنت اود لكن، بقى يقول له برضك انا عندي حصه حساب. ايه يعني ايه انا عندي حصه حساب؟ انا قلت يعني ايه انا عندي؟ اي هاف ماس ليسون، اماس ايه ليسون، انا عندي حصه حساب. فالتاني قال له طب هتخلص امتى؟ قال له الساعه 6. المهم راح التاني ايه بقى، في واحد اهو عنده حصه وهيخلص 3:30. في واحد يعني لما قال له انت وات تايم از يور، امتى حصه الحساب دي؟ قال له الساعه 3:30. راح قال له طب هتخلص امتى؟ قال له الساعه 6. راح التاني قال له ايه اوكي خلاص. وات اباوت دي اقتراح، يا ريت تحفظوها. وات اباوت يعني ايه رايك؟ وات اباوت يعني ايه؟ ايه رايك جوينج شوبينج ات 6:30؟ ايه رايك لو نروح نتسوق الساعه 6:30؟ خلاص هتكون خلصت بقى، ما هو هيكون خلص الساعه 6. ايه رايك لو نروح الساعه 6:30؟ هيقول له ايه؟ جود ايديا، برافو، فكره كويسه، جود ايديا او اوكي. خلاص هي جود ايديا حلوه قوي، جود ايديا. ايديا بتتكتب ازاي يا جماعه؟ اي دي اي اي صح، اي دي اي اي ايديا. خلاص عايز حد بقى يقولهم بسرعه الاجابات بس اللي مركز. ها اول واحده هتبقى ايه؟ انا عندي، انا هاخد حصه حساب. لا اي ام، I am going to have math lesson. التانية قال له الساعة 3:30، لما قال له امتى حصة الحساب دي؟ قال له الساعة 3:30. لماذا تسأل؟ why do you ask؟ صح، لـ why do you ask؟ ليه بتسأل؟ قال له عشان عايزك تيجي معايا ايه؟ نجيب حاجة يعني نتصور. قال له كنت أود، I'd love to يعني أود، لكن أنا عندي حصة ايه؟ I have a math lesson، أنا عندي حصة حساب. فراح استني ساله، قال له امتى هتخلص؟ when will you finish your math lesson؟ امتى طبعا هتخلص الحصه دي؟ قال له الساعه 6. راح قال له خلاص وهو كذلك. ايه رايك لو نخرج نتسوق الساعه 6:30؟ good idea. good idea. اتفهم اللي وراه يا جماعه؟ يعني ايه we use drones؟ drones دي يعني ايه؟ الطائره. صح، برافو. نحن نستخدم الطائره اللي بدون طيار
to help a wildlife after floods and fires. بيساعدنا ان احنا ننقذ الحياة البرية بعد الفيضانات والحرائق. يعني ايه ننقذ؟ save ننقذ الحياة البرية. نخش على السؤال اللي وراه. Wind A, نقرأ بس لحد الاخر. Wind A كده is much better for the environment, يعني افضل للبيئة, and makes less pollution, وتوع يعني بتخلي التلوث اقل, يعني يعني اقل تلوث. درون, لا مش ويند درونز, لا سيستم عشان بنخلي اللي لا طاقة الرياح يا جماعة, طاقة الرياح. ويند انرجي. ويند ايه؟ انرجي. يعني ايه ويند انرجي؟ طاقة الرياح. طاقة الرياح دي تعتبر طاقة متجددة. ها طاقة ايه؟ متجددة ونظيفة, يعني مش ملوثة للبيئة. طيب نخش على اللي وراها. بصوا معايا كمان هنا, بيقول لي هويان سلات, ده واحد يعني انفنتد, اخترع ايه كده؟ اخترع حاجه كده تو تيك بلاستيك رابش فروم ذا سي, عشان تاخد البلاستيك رابش, الزباله, البلاستيك الزباله يعني اللي هي الزباله, الازايز والبلاستيكات دي. فعمل نظام بقى اسمه اسيستم تو تيك بلاستيك رابش فروم ذا سي, ودي اللي احنا قلناها في الباراجراف. يبقى invented a system to take plastic rubbish from the sea. طيب الجملة اللي وراها, heavy clothes. يعني ايه heavy clothes؟ الملابس التقيلة. ها؟ دي يعني البروفرات والجواكت والبالطو والحاجات دي اسمها heavy clothes. R A for cold climate, للمناخ البارد. عايز اقول مناسبة. لا المناسبة. لا الheavy clothes دي الملابس التقيلة للطقس البارد. مناسبة للطقس البارد. Suitable. يعني مناسبة, يعني ايه بقى؟ suitable for, يعني مناسبة لي. بصوا معايا يا جماعة كده اللي وراها. هنا بيقول لي work for charities for free, يعني يعمل للجمعيات الخيرية for free, يعني مجانا بدون اجر. يعني ده الفولنتيرز المتطوعين. الجملة اللي وراها, people, الناس use, بيستخدموا ايه؟ to help make water cleaner, عشان تساعد ان المية تكون اكثر نظافة. ايه؟ فلتر, صح, فلترز اللي هو الفلتر. يعني بلاستيك ايه؟ انفايرونمنتال بروبلمز. البلاستيك عايز يقول يسبب مشاكل بيئيه. خلي بالكم كلمه انفايرونمنتال بروبلمز مشاكل بيئيه. كوزز, صح, يسبب يعني كوزز, تمام. انما اللي جنبها ريديوس دي يقلل وكيل يقتل, وديكي اللي في الاخر دي يتحلل. اللي ماشيه هي بيسبب البلاستيك, بيسبب مشاكل بيئيه. والسبب اللي بيخلي البلاستيك يسبب مشاكل بيئيه انهم ما بيتحللش, بيفضل مئات السنين ما بيدوبش, يعني يفضل في الميه ما بيدوبش, بتاكله بقى الاسماك وكده, وممكن يعني مضر يعني, وما بيتحللش. يعني لو رميت مثلا حاجه ممكن تدوب تتفك كده. لا هنا الجملة اللي وراه بيقول I am a the dentist, أنا أهي I am a the dentist at 6:30, الساعة 6:30 next Thursday, يوم الخميس الجاي. هي وهنا بيقول أنا, بيجي بعد أيام الفيرب فيها, قلناها 700 مرة. الING يعني, ودي معناها حضور. خلي بالكوا دي من ضمن استخدامات المضارع المستمر المستقبل. يعني مول I am visiting مش معناها أنا أزور, لا هنا في المعنى ده أنا حضور. يعني تدفع معنين, أزور أو حضور. بين ان هو next Thursday, يوم الخميس الجاي, يبقى ازور ولا حضور؟ وبعد ايام لازم ازود الفيرب ايه؟ ING. يبقى visiting معناها كده. الجمله اللي وراها بيقول لي جودي تنس, بس this evening برضو, النهارده بالليل, لسه بالليل, يبقى is playing, هتلعب. يبقى دي صوره من صور الايه؟ المستقبل. am is are زائد الفيرب في ING يدل على حد هيعمل حاجه, بس ايه؟ عمل كل ترتيباتها. الجملة اللي وراها, I have phoned علي, أنا اتصلت بعلي. phoned علي يعني أنا اتصلت بعلي على التليفون يعني. وي أهو يعني أنا رتبت معاه, أنا رتبت مع علي على إن إحنا نتعشى يعني سوا. بص
يعني احنا هنتعشى سوا together. بص بقى at 7 p.m. tomorrow. يبقى انا عايز حاجه تدل على المستقبل. are having. يبقى نقوله بقى مع بعض كده. ايه اللي يدل على المستقبل؟ am is are زائد الفيرب اللي فيه ing يدل على المستقبل. بس ايه بيدل على المستقبل؟ اللي تم الترتيب له. يعني مثلا اللي المثال ده بيقول له ايه؟ انا اتصلت بعلب، يبقى هنتعشى سوا بكره الساعه 7. يبقى عملوا ترتيب للقاء ده. في حاجه اسمها ترتيب يسبق الفعل. ترتيب يسبق الايه؟ الفعل. زي واحد مثلا حجز تذاكر فيقول احنا مسافرين بكره، يقول وي ار ترافلنج. تمام؟ واضح الحته ديت؟ يبقى ده صوره من صور الايه؟ المستقبل. ام از ار زائد الفيرب اللي فيه اي ان جي. تصويب الخطا اهو لسه قايلينها يا جماعه. نيكست مانداي اهو الجمع الاثنين القادم. نيكست مانداي يعني يوم الاثنين الجاي. ان دي افترنون بعد الظهر اهو لسه الاثنين الجاي وبعد الظهر. بالظبط اي ام دوينج. ما هو دي صوره من صور المستقبل ان انا اقول اي ام والفيرب فيه ايه؟ اي ام. اي ام دوينج ماي انجلش اكزام، هعمل واجب الانجليزي. هو مرتب لكده. وات تايم خدناها قبل كده. ينفع اقول يو جوينج تو على طول ولا لا لازم احط حاجه قبل جوينج؟ يا جماعه دو ما تجيش مع جوينج. جدع شاطر. وات تايم ار يو جوينج تو؟ لا طالما في جوينج يبقى ايز وار بس في السؤال. انت فاهمينها؟ طالما شفت اي ان جي، الاي ان جي مرتبطه بفيرب تو بي ام واز وار. تاني الاي ان جي مرتبطه بايه؟ ام واز وار. يبقى ار يو جوينج تو. ودي معناها متى س ار يو جوينج تو ذا دنتست بقى، يعني متى يعني هتروح للدكتور السنان امتى يعني؟ ها؟ وات تايم ار يو جوينج تو ذا دنتست؟ يعني امتى هتروح لدكتور السنان؟ اللي جاب قال له ذيس ويك، هذا الاسبوع يعني الاسبوع ده. ذا باص از ليف، خلي بالكم من الحته دي يا جماعه. ان 10 مينتس تايم يعني خلال 10 دقائق. لا بص بقى معايا كده بالدور بقى كل واحد سؤال. يلا نيكست مونداي يوم الاثنين الجاي ات 2:30 الساعه 2:30 ان ذا افترنون بعد الظهر. I know it. I do my English exam. هعمل امتحان الانجليزي بتاعي. سأؤدي. يبقى باينه خلاص ده بيكلم الاثنين الجاي الاثنين القادم. يبقى I am doing. I am ايه؟ دي صوره من صور المستقبل. تمام؟ اللي وراه. What time؟ ينفع اقول you going؟ يعني are you going؟ اللي وراه. The bus is كاتب leave يغادر. في is لما عيني تشوف is احط بعدها مصدر؟ ولا اي ان جي ليف؟ طب لما اجي اكتب ليفنج اسيب الاي ولا احذفها؟ ما ينفعش احط الاي والاي يعني الاي ان جي والاي موجوده، احذف الاي قبل ما احط الاي ان جي. ما تنسوش يا جماعه اللي وراها. اي هاف ارينجد، دي كلمه مهمه جدا جدا جدا. لما اقول انا رتبت وي هاف ارينجد، اي هاف ارينجد، كلمه ارينجد دي اول ما تشوفوها الجمله الثانيه بيبقى فيها ام او از او ار زائد الفيرب اللي فيه ايه؟ اي ان جي. يعني بيقول انا مرتب، انا مرتب كل حاجه يعني. احفظوا الجمله دي، لما تيجي اي هاف ارينجد النص الثاني بيبقى ام او از او ار زائد الفيرب اللي فيه ايه؟ اي ان جي. يعني اي بتاخد ايه في الثلاثه اللي قلناهم؟ اي ام، اي ام، وفيزيت تبقى فيزيت. يبقى معناها انا ازور ولا هزور؟ هزور. طب ايه اللي خلاني اقولها بالطريقه دي النص الاولاني؟ قال لي انا مرتب. انا ايه مرتب؟ يعني ايه مرتب؟ عامل حسابي. ها؟ يعني مش هيروح كده زياره مفاجاه كده لعمته. ده مرتب. يعني ايه مرتب للزياره؟ يعني هو اتصل بيها وقال لها انا جاي وفضى نفسه وخلص بقى الواجب وخلص اللي عليه عشان يبقى فاضي، يعني عمل حسابه ان هو هيروح لها. ده اسمه ترتيب للفعل. ده اسمه ايه؟ يبقى اي هاف ارينجد، انا مرتب ان انا هزور عمتي. لما تلاقوا كلمه هاف ارينجد يبقى الفعل اللي هيجي بالاي ان جي بيسبقه ام او از او ايه او ار. دي مهمه جدا. في باراجراف هو راه عن ووتر بولوشن اهو، تلوث المياه. نكتبوه لو سمحت لان ده عليكم برضه. بصوا بقى معايا دلوقتي جنرال اكسرسايز ليسون 5 و 6 اللي على يونت 11 صفحه 259. السؤال هنا الاولاني بيقول ان اشرف از توكن ويز توقا، بيتكلم مع توقا. خلي بالكم من الكلام. اباوت هيز بلان، عن خططه، بيخطط يعني. بلان ده في مخطط. فور ذا نيكست هوليداي للاجازه القادمه. بلان يعني خطط.
يعني الحاجات مخطط لإيه يعني. المهم أشرف بيقول لتوأ إيه بقى؟ Would you like to go go؟ يعني إيه would you like to؟ يعني هل تودينا أن؟ زي بالبلد لما حد يقول لحد تحب يعني تحب go diving، نذهب للغطس. Next weekend الأجازة القادمة go diving يعني نذهب للغطس الأجازة القادمة. فتوأ قالت إيه؟ يا أو يا لأ؟ ها would you تنزل إيه في الإجابة؟ يا نعم انه لو نعم تبقى لا would you would you yes نقول yes الاول بقى yes I would yes I would نعم اود ماشي او تقول له I'd love to لو تركه قبل كده اود ذلك I'd love to I'd اللي هي I apostrophe D وبعد كده love بعد كده to. المهم راحت قايله له ايه بقى كده بعدها قالت له ايه have you got a diving suit have you got a diving suit يعني هل عندك have you got have you got هل عند لولاها هل عندك يعني دايفن سوت دي اللي هي ايه بدلة الغوص عندك بدلة الغطس هتقول له يا اه يا لا بس بعد كده قالت له who will come with us من سيأتي معنا يبقى قالت له اه ولا لا يعني ايه اه بقى هي have you يعني ايه نعم ما بينا خلص هاب يو يس الاول بعد كده هاب يو تبقى اي هاب هي مش صعبه للدرجه دي يعني يس اي هاب خلاص اللي وراها بقى بعد كده ايه من سياتي معنا هو ويل كام ويز اس من سياتي معنا قلت له قال لها ماي كازن ابن عمي المهم راحت سأله سؤال السؤال ده بقى عشان صعب شويه يا جماعه قالت له يس اي هاب ده زمن مش عليكم بس هشرحه لكم Yes I have بنعملها كده بتبقى ايه Yes I have ايه تبقى ايه Have you بس Have you بيجي وراها verb في ING ودي معناها Have you ever معلش حفظها زي ما هي Have you ever يعني هل سبق ليك ها Have you ever يعني هل سبق لك Have you ever يعني هل سبق لك بيجي وراها التصريف الثالث للفعل ان انت ذهبت للغطس التصريف الثالث من جو ايه وين go went gone يبقى gone diving اتفهمت الجملة gone يبقى have you ever gone diving هل سبق ليك انك رحت تغطسي هتقول له yes I have هي صعبة شوية احفظوها بقى have you ever ever e v e r ها have you ever وبعد كده اقول ايه بقى التصريف الثالث بقى من ذهب gone go went gone gone diving Have you ever gone diving? هل سبق ليك انك رحت تغطسي؟ قالت له yes I have. I went diving in the Red Sea. انا ذهبت للغطس. In the Red Sea يعني في البحر الاحمر. بعد كده قال لها the Red Sea is fantastic. البحر الاحمر ده رائع. وراح سألها سؤال. قالت له I saw. saw ده انه تصريف. التاني. 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 I saw يعني رأيت. التاني. بص السؤال اللي جاي يا جماعه يبقى دلوقتي اهو في معانا واحد شاطر اهو هيجاوب على السؤال ده دلوقتي مكتوب هنا I saw colorful fish رايت سمك ملون في واحد شاطر اهو هيجاوب على السؤال ده اتفضل هو هنا لما اقول I saw الفعل ده في انه زمن I saw ماضي صح التصريف الثاني اه يبقى نعمل السؤال ازاي ماذا رايت هناك يلا What did you see there? شاطر قوي برو ماشي نكمل قال له I saw colorful fish شفت سمك ملون ايه يبقى what did you see there شفت ايه هناك قال له I saw ايه اللي خلينا نستخدم الصيغه دي ان هو قال اي والتصريف الثاني قال له have you tried snorkel snorkel دي الغطس هل جربت الغطس الغطس ده بقى بسنوكل دي ايه الغطس بالايه في انبوب كده او خرطوم هو بيبقى لابسه كده بيبقى بياخد نفسه من الهواء يعني عادي ها فبيقول لها جربت يعني الموضوع ده قولي او لا مثلا قول لا نو ايه نو لا نو اي ايه ما هاف السؤال بدا بهاف لا السؤال بدا بهاف يبقى نو اي هافنت نو اي هافنت خلاص اللي هيقول يس يقول يس اي هاف والنو نو اي هافنت اللي وراها بقى I'll A my friends to my birthday party دي في حفظ كلمات ايه الفرق بين كلمة invent و invite المعنى invent معناه ايه و invite يعني ايه invent يخترع يخترع صح و invite يدعو او يعزم يعني فهو بيقول له انا اخترع ولا ادعو اصدقائي لسه
تو ماي بيرثدي بارتي الى عيد ميلادي اعزم يعني يبقى ايه انا واحده فيهم بقى انفنت ولا انفايت اللي هي ايه ولا بي بي صح اللي وراه محدش هيعلم عمال يلعب التليفون ورا مستر عمر بص بقى معايا كده اللي هنا بيعرفنا ايه ان هو ايه انفايت اعزم صحابي على عيد ميلادي شي از لوكينج فورورد تو ده تعبير مهم جدا احفظوه صم لما تيجي كلمه لوك فورورد تو يعني يتطلع الى احفظوها دي بقى او يشتاق الى شي از لوكينج فورورد تو يعني هي تتطلع الى ها تتطلع الى يعني متشوقه الى احفظوها صم لما تلاقي لوك فورورد تو بعد فورورد تو ديت تاخدوا الفيرب اللي فيه اي ان جي لازم دي قاعده بعد لوك فورورد تو لازم الفيرب يكون فيه اي ان جي شي از لوكينج فورورد تو يعني هي تتطلع الى او متشوقه الى شراء بقى ذيس مودرن كار هذه العربيه الحديثه ها يبقى باينج باينج بعد لوك فورورد تو يبقى باينج الجمله اللي وراها هاف يو ترايد هورس ايه هورس ايه بقى اللي وراها يا جماعه بيجي بعد يبقى بيجي بعد لوك فورورد طول فيرب في اي ان جي يعني يشتاق الى هي متشوقه الى شراء هذه السياره بتتطلع للشيء ده يعني هاف يو ترايد هورس ايه بيفور هل انت جربت هورس ايه بيفور الناس اللي حافظه كلمات هورس رايدنج يعني ركوب الخيل هورس رايدنج وتنفع هورس باك رايدنج برضه ها هورس رايدنج ركوب الخيل الجمله اللي وراها اي ام ايه فورورد تو لسه قايلها فوق اي ام لوكينج فورورد تو انا اتطلع الى او انا اشتاق الى فيزيتنج زياره ذا سيوا سولت ليك اللي هي بحيره سيوا المالحه يعني البحيره المالحه الجمله اللي وراها بيجي بقى بيزي از ذا اوبوزيت اوف اوبوزيت لما بيجيب لي كلمه اوبوزيت يعني عكس يعني الكلمه دي عكس الكلمه دي بيزي يعني مشغول في حفظ الكلمات عكس ايه واحد فاضي بقى ها غير مشغول يعني فري صح يبقى فري ليها معنيين لو حاجه مجانا نتقال عليها فري لو شخص فاضي بتاع ده غير مشغول يعني ها فاضي يعني زي ما بيقولوا يبقى فري برضه نبص على اللي وراها الجمله اللي وراها ستودنتس الطلبه دو ا لوت اوف في كلمه بتيجي مع دو يا جماعه قلنا قبل كده اكتيفيتيز يعني بيمارسوا الكثير من الانشطه ديورنج ذا سكول دي اثناء اليوم الدراسي نكمل بيقول ماي براذر اخويا لايكس بيحب في هتلاقوا في حفظ الكلمات حاجه ايه النظر للنجوم ها النظر للايه للنجوم اسمه ستار جيزنج اسمه ايه ستار جيزنج النظر للنجوم ان ذا سكاي في السماء اسمه ستار ايه جيزنج هتلاقوا في حفظ الكلمات او يحدق يعني في يعني يبص جامد في الحاجه يعني كلمه الجيز يعني يبص في الحاجه بتركيز يعني ها الجمله اللي وراها بيقول نيكست ويك الاسبوع القادم في رقم 8 وي نوت ذا روينز اوف ان انشنت موسك يعني ايه روينز اطلال بقايا مبنى يعني احنا ده بيخلي بالك ده الاسبوع الجاي انا عايز بقى حاجه تدل على المستقبل في اللي مكتوبين دولت وي اللي يقول فيزيتنج غلط ليه لازم عشان احط فيزيتنج بالاي ان جي يكون قبلها ام او از ار انا ما شفتش ار يعني فيزيتنج صح لو في وي ار لو في وي ايه ار يبقى دي ما تدفعش عشان ناقصه ار يبقى انا عايز الكامله بقى ما هو المستقبل هنا ليه صورتين يا ار فيزيتنج بس مش مكتوبه ار فما تدفعش يا ندور بقى على الثانيه اللي هي ايه ار جوينج تو فيزيت هنزور برضو دي معناها هنزور يبقى هنا ايه الاسبوع القادم هنزور الاطلال او البقايا بقايا المسجد يعني القديم يعني ها اطلال المسجد القديم خلاص السؤال اللي وراه بيقول ماي كازنز ولاد عمي هيوصلوا ات لانش تايم وقت الغداء على الغداء يعني ها تومورو بكره ات 11 ايه ام الساعه 11 ايه صباحا المهم ولاد عمي سيصلون غدا ايه غدا انا عايز حاجه برضو تدل على المستقبل عشان موجوده كلمه تومورو غدا يبقى ار ارايفنج ار ايه ارايف طب واحد يقول لي ليه ما خداش جوينج تو ارايف عشان ما قبلها ما فيش ام او از لازم يكون لازم حاجه كامله بقى جوينج من غير ام واز وار ناقصه ما خدهاش يبقى اللي كامله ار ارايفنج اللي وراه دايفنج اندر واتر يعني الغطس تحت الماء الغطس تحت الماء لوكس يبدو ابيت يعني الى حد ما ابيت يعني ايه الى حد ما
A to me. ها عايز اقول ايه؟ طبعا اخر كلمتين amazed دي مدهش مندهش وبورد شاعر بالملل. لا يبدو ان هو A to me. ها هي اول حاجة في scared وفي ايه scary. هو الغطس تحت الماء يبدو خائف ولا مخيف؟ مخيف. يبقى scary الاولى. السكيرد اللي جنبها دي خائف، بتوصف الشخص ان هو خايف. طب نخش على اللي وراه. نصوب الخطا، قلت لكم لما تلاقوا علامه علامه كده زي زير ار دارك كلاودز، يوجد السحب السوداء. وجود السحب السوداء دي علامه او دليل ان الدنيا ايه هتشتي. هنا اقول ان الدنيا هتشتي، هي دي بقى صح. ات از جوينج تو رين، احفظها صم الجمله دي. في سحب يبقى الدنيا هتشتي، في دليل اهو. طالما في دليل يبقى اقول going to. اقول ايه؟ going to. it is going to. it is going to rain. يعني الدنيا هتشتي. اي بعد كده have a good time in سيوا yesterday. خلي بالكم الكلام ده حصل امتى؟ yesterday دي من علامات انه زمن؟ الماضي. الماضي انه تصريف؟ تاني. التاني. هل have ده تصريف تاني؟ لا. وانا بحفظ الافعال بلاقي have ده في اول عمود. لا مش عايز، انا عايز العمود الايه التاني. مين التاني من هاد؟ هاد اتش اي دي. يبقى اي هاد ا جود تايم ان سيوا يسترداي، انا قضيت وقت جميل في سيوا امبارح. الجمله اللي وراها تومورو غدا. غدا اي ثينك اعتقد. هنا بقى بيقول ان الدنيا هتكون حر بس ما قالش دليل. ما قالش ايه؟ ما قالش دليل ان الجو هيكون حر. هو بيقول بكره اعتقد الجو هيكون حر، ما قالش. لا ويل هنا تبقى ايه؟ ويل بي. يبقى هنا تقول ايه؟ it will be very hot. it will be very hot. طب الجمله اللي وراها at the moment يعني دلوقتي. دلوقتي دلوقتي دي يبقى am is are والفيرب في ايه؟ ing. اهو دلوقتي نحن نقيم. we are بقى ما هو staying. بص staying من غير are قبلها ناقصه. we are staying. نحن ايه الان نقيم يعني in a small village، يعني في قريه a small hotel، في فندق صغير نير ذلك قريبا من البحيره، بالقرب من الايه البحيره.